السلام عليكم ورحمة الله. احنا الآن في منطقة يوم رب، نصور لكم شقة 3 غرف صالة، مساحة الشقة 160 متر مربع، الدور الرابع، مجمع بروج ريزيدنس. ندخل نشوف الشقة. عندنا المدخل هنا على اليمين، على طول الصالون، طبعا بطلالة جميلة جدا على البحر. عندنا المساحة هذه أو المنطقة هذه ممكن نستخدمها لدولاب الأحذية أكرمكم الله. نشوف الصالون، طبعا عندنا في الشقة مكيفين، مكيف في الصالون ومكيف في غرفة النوم الرئيسية راكبة، بالإضافة إلى دواليب المطبخ وطقم فرن كامل. طبعا عندنا الإطلالة هذه، إطلالة جميلة جدا على البحر. زي ما ذكرت الشقة داخل مجمع سكني متكامل. عندنا بلكونة هنا أيضا لها مخرج للمطبخ. هذه مساحة البلكونة، مساحة جيدة ما شاء الله. عندنا هذه الإطلالة من البلكونة، إطلالة بحرية جميلة. طبعا زي ما ذكرت لكم عندنا في المجمع ألعاب أطفال، ملعب، جلسات عائلية، بالإضافة إلى حراسة أمنية. عندنا برضو مسبح مغلق في المجمع. نشوف تفاصيل الشقة، نجي نشوف المطبخ. عندنا هنا المطبخ، دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. عندنا طقم فرن جاهز. نجي نشوف تفصيل الشقة. عندنا على اليسار دورة المياه الأولى أكرمكم الله، مقابلها على طول الغرفة الأولى. عندنا جنبها على طول الغرفة الثانية. مقابلها دورة المياه الرئيسية مع البانيو. طبعا برضو عندنا جاكوزي. وأخيرا غرفة النوم الرئيسية. عندنا غرفة النوم فيها دورة مياه أكرمكم الله مع البروش، بالإضافة إلى بلكونة خاصة فيها. زي ما ذكرت عندنا مكيفين، مكيف غرفة النوم الرئيسية ومكيف في الصالون، أيضا لها بلكونة خاصة فيها. هذه البلكونة تابعة لغرفة النوم الرئيسية. عندنا الإطلالة الجميلة هذه ما شاء الله تبارك الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.